بسم الله الرحمن الرحيم. لا زالت الحملة التطوعية لتعقيم جل أماكن هذه المدينة الفاضلة المنيعة متواصلة. ارتأينا اليوم صباحا أن تتواصل هذه الحملة في بعض المساجد لاستغلال غلق هذه المساجد لتعقيم المساجد، غسل الأفرشة، تنظيف المصاحف، تغليفها إلى غير ذلك. وها هي المجموعة قد انتشرت عبر شوارع هذه المدينة الطيبة لتعقيم ما يمكن تعقيمه، خاصة الأماكن التي يرتادها عديد المواطنين في هذه البلدة. نحن الآن متواجدون في وكالة موبيليس، لأن وكالة موبيليس هذه هي تشهد إقبالا كبيرا يوميا، فهي ينبغي أن يكون التعقيم فيها يوميا لعدة مرات. وما نريده نحن دائما من خلال هذا التسجيل ومن خلال هذا التصوير هو ليس من أجل التصوير في حد ذاته كتصوير، إنما هي رسالة نوجهها من خلاله إلى أهل المنيعة خاصة وإلى ربوع هذا الوطن، أن الوضع خطير، أن هذا الفيروس ينتشر انتشارا خطيرا وهو يقتل يوميا الآلاف. إذن لعلنا نوقظ همما نائمة ونقول من خلال هذا التصوير: هبوا هبة رجل واحد، إن الأمر لا ينبغي أن يستهان به، خاصة ما دام لو يكتشف المصل والمصل عفوا والدواء، وعليه علينا أن نتجند كاملين من أجل التعقيم اليومي لعدة مرات، إن على مستوى البيوت أو خارج البيوت في كل مكان ترتاده أقدام المواطنين. ينبغي المحلات، العيادة، دور العيادة، كل مكان يرتاده المواطن ينبغي أن يكون فيه التعقيم. أنت أختي الفاضلة، أمي الغالية، بإمكانك أن تقوم بهذه الحملة، حملة التعقيم على مستوى البيت، على مستوى الأماكن التي يعبث ويلعب فيها أبناؤك سيدتي، خارج المنزل، في الحي، إلى غير ذلك. ولا زالت العملية متطوعة، وأبواب التطوع لا زالت مفتوحة لكل أبناء هذه المادة. من أراد أن من أراد أن ينضم إلى المجموعة ويشارك بما يمكن أن يشارك بمجهوده، فأبواب التطوع مفتوحة. وإلا فلا تنسوا الدعاء، لا تنسوا لهذه المجموعة الطيبة الدعاء، ولا تنسوا الدعاء في سجنكم بأن يرفع الله المولى عز وجل هذا الوباء عن الأمة جمعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما راكم تشوفوا جماعنا متواجدين في الوكالة التجارية موبيليس، ومعنا أحد كوادر المؤسسة هذه، ربي يبارك فيه إن شاء الله. والجميل في ذلك أنه يعني أنا قاعد أني شفت الشعب مكان، وهذا يعني يرجع لإدارة موبيليس باش كما نقولوا تحصر هذا الوباء. هذا الخدمات اللي سقطت موبيليس حاليا وش هي؟ اللي طايح عليه البيست تاعو هذا مكان، بارك الله فيك، وهذا شيء جميل. لكن ما احنا نقولوا نحصر المرض اكثر فاكثر، بارك الله فيك وجزاك الله خير.